حلو، بيان معكم مين معي؟ ابو وليد. السلام عليكم ورحمه الله. يا حبيب القلب حياكم الله. رفقاء النجاح قلت له عمران اليوم دايخ خلقي سبحان الله. فقال لي خلص محلولة دوري يلا، لا خذ اذن ولا عطل النهار، لا لا شغلنا على موبايلنا. بالعكس نحن على الطريق يعني شغلنا شغال، اللهم لك الحمد يا ربي لك. فحبيبنا عمران عاملنا هيك جو اليوم، نحن الاثنين والشريك الثالث الان على الطريق، حناخده معنا ابو عماد الحبيب. ابو عماد باذن الله ان شاء الله هيك الله يكرمكم يا شباب. لك يا ابو وليد يا حبيبي سبحان سؤال. الله سؤال يعني الان انا بعرف انه في متابعين خاصه على فايلي هذول المشككين، ايام كل فتره وينك بينبق لي واحد منهم بيدحني تعليق سلبي. عرفت انا تاركهم، بس هلا هن ممكن يتابعوني. يعني انت حدا كنت ب انا بعرف باسطنبول باحدى المعامل، شو كان المعمل هو؟ شو كان المعمل؟ شو بتشتغل؟ مفروشات. معمل مفروشات، كم ساعة؟ شو الراتب؟ شو كان الترتيب عندك؟ هلا الدوام الفعلي كان ضمن المعمل 12 ساعة كاملين، من 8 ل 8. نعم. طبعا انا يلحقني قريب الساعة روحها وساعة رجع. ايوه. هذول ساعة على الطريق سيدي. ايه. حظي انا هيك أول واحد يركبوني ورد بالرجع آخر واحد ينزلوني. بس سبحان الله اجت لخير، يعني الان بالكليج اجت لخير. ف 12 ساعه كاملين نعم، ومع ساعتين 14 ساعه كان دخلي المعمل 2800 تركي. طبعا انا معلم درازي ومستلم المعمل بالدرازه تقريبا نعم، ما يعادل كان وقتها 550 دولار سيدي. مشان نسمعك منيح بس صوت الاشعارات نكتمه مشان، لانه هلا بيجي اشعارات بصير باللايف كثير سيء. طيب نعم سيدي كمل. الدخل كان 2800 ليرة نعم، ما يعادل 550 دولار. حتى بتذكر وقت عملنا مشكلة، يعني قعدت أكثر من ساعة بالمكتب عن صاحب المعمل هو وشريكه على فقط يزيدهم 200. إنه أخي أنا جاي على تركيا وشايف حالي بستاهل 3000، مستلم لك المعمل خياطة، وكنت على تحدي يعني قلت له بس أعطيني أول أسبوع لتاخذ إيدي على سيستم العمل وأتحداكم أنتم الكل ما تلحقوا لي الشغل. ففعلا وصلت لفترة يعني هن ما يلحقوا لي الحمد لله. وشاف شغلك وعرف وشاف شغلي بالزيادة. سبحان الله انا كنت عم طالبه انه اعطيني 3000 فتجاوبني، وهي هي الكلمة كانت انا عندي نقلة. انه اول مرة بشوف واحد جاي جديد على تركيا عم يطالب ب 3000. نعم. ايش الشغلة على القدم يعني ولا الشغلة على الانتاج؟ الله كرمني دي اكس ان عكس تماما 180 درجة، بتعتمد على الانتاج ولا بتعتمد على القدم. نعم. انت بتحدد بونصك بانتاجك. نعم. ما دخل لا لك والله 10 سنين ولا انه انت اخدم من فلان، لا لا لا، انت بتحدد رتبتك، انت بتحدد بونصك وبتحدد نجاحك. طب اجت الفرصه انت بالمعمل؟ اجت الفرصه لا قبل المعمل باربع شهور، 3 شهور قبل المعمل. كنت هاي الفتره اسئله استفسار يعني شوف الامر الشرعي كثير امور الحمد لله. نعم. كنا نعمل عليها لبعدين عاد تيقنت انه نحن بالمجال الصحيح بإذن الله تعالى، وعملت بفضل الله عز وجل. بعد دخولي المعمل بأيام وقتها بلشت العمل بفضل الله عز وجل. وبلشت الكازية شوي نائب على الكازية. وبلشت انت وبالمعمل؟ بلشت انا وبالمعمل في معنى يعني انا حتى درجة وقت بتذكر شخص قلت له لك معروض علي شركة دي اكس ان وكذا، قال لي ايه فت فيه يا اخي ما شغلة. قلت له ليش؟ قال لي قلت له يعني سوقت 100 نقطة، قال لي ما طلع لي ارباح وقت هيك بتذكر، قال لي ما طلع لي شيء فتسجلت فيها و... قلت له سوقت وبعت؟ معقول حققت ال 100 نقطة وما طلع ارباح؟ قال لي لا ما سوقت اخي انا سجلت وكذا. نعم. قلنا له معناتها هي انت ما عرفت تشتغل بشكل صحيح. الفضل عز وجل اليوم بتابع حالاتها وبشوف ابو وليد وين صار الفضل عز وجل، اللهم لك الحمد بهالنعم اللي اكرمني فيها. اللهم رب العالمين. وهيك بس انت افهم المشروع فهم صحيح حتكون الامور مختلفه. خليك مع الاعضاء ضيع يا حبيبنا. وين نازل رايح راجع؟ يلا ابو وليد، يعني قصه نجاح حقيقه بعتقد انه هي كافيه لكل حدا موجود معنا بتركيا بيقول لك ما معي وقت مثلا، او بيقول لك انا موظف، او بيقول لك انا ما عندي راس مال. ابو وليد عم يقول لك زلمه كان موجود بمعمل كان يفاوض على زياده براتبه فقط على 200 ليره، يعني زلمه عنده عائله. فسبحان الله لما احنا دائما بنقول وبنكرر وبنعيد انه يا جماعه والله 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 العمل مع الشركه لا يحتاج راس مال. بعض الاخوه والاخوات بيتهيأ لهم انه لا انا لازم اشتري منتجات، لا انا لازم، لا يا اخي لا يا اخي، انت مسوق بالشركه وانت وسيط بس فهمت الوساطه هي صح والتسويق هي صح حتكون ناجح.
مو مطلوب من حدا ابدا يشتري اي شيء. الصح الصح انه نحن فعلا نشتغل بخطة الشركة، انه نحن عنا رقم عضوية بامكاننا نسوق هاي المنتجات نبيعها، وايضا بامكاننا انه نحن نضم المزيد من الاعضاء للشركة، وانت رح تحصل على عمولتك. الشركة عندها منتجات وانت حتسوق هاي المنتجات. ففعليا هذا اول امر، انه فعلا نحن ما بدنا رأس مال. هذا اولا ما بدنا رأس مال. الدليل القاطع قدامنا ابو وليد ما شاء الله حوله الان تقدم بالرتب، تقدم بالنجاحات، تقدم ببونص الارباح، عم يحكي عن اكثر من 50,000 عضو حول العالم. من وين كان موجود؟ كان بالمعمل يا سادة يا سيدات، عرفتوا كان بالمعمل. فأنا بعرف أنه الآن الظروف بتركيا ظروف معامل وظروف ساعات عمل طويلة وظروف صعبة، ولكن أصحاب الهمة هن الوحيدين اللي عم يتمكنوا أنهم يخرجوا من المعمل، فقط أصحاب الهمة. للأسف الشديد أصحاب الأعذار والله والله رح يضيعوا حياة. خليني يكون أنا مثل ما بيقولوا بالوسط، يعني خليني يكون منطقي. أصحاب الأعذار مو بس لح يضيعوا فرصة الدي اكس ان ولا مثيلاتها، بل حيضيعوا الحياة كلها وهن بالأعذار للأسف. لأنه الأعذار موجودة الآن، لحنا بإمكاننا كتير نحكي أعذار كلياتنا عنا. أنا عندي عدة أشياء لازم أعملها للأسرة، أنا عندي عدة أشياء لازم أعملها لنفسي، عدة أشياء لازم، في أشياء بتمنعني أني أيام أخطي خطوات ممكن تكون جريئة بالعمل، ولكن النجاح لا يمكن أن يكون نجاح مع الأعذار. حياكم كل من انضم معنا لهي الدردشة الرائعة. خلينا نشوف تعليقاتكم. يا الله يحفظكم يا رب. تحياتنا، حياكم استاذ ساريا، حياكم استاذ احمد، استاذ منال، بحيي كل من انضم معنا. جوفين يازجي تحياتي بالتركي. هوش قال دينيز ايضا منال، بحييك استاذ منال. ايه والله لازم الشخص يكون عنده وضوح الرؤية في المشروع حتى ينجح. نعم نعم استاذ ساريا بحييك يا ورد يا غالي. ففعليا يا سادة يا سيدات، بسم الله توكلنا والله. ففعليا يا سادة يا سيدات، انه هذا نموذج نجاح موجود الان، لا رأس مال، بل بالعكس كان ضغط كبير، ساعات عمل طويلة، تمام، يعني ومثل ما لاحظتوا عم يفاوض على 200 ليرة. فبيجي اليوم شخص سلام بيقول لك انا لا هذا المشروع انا بدي اشتري، ما معي اشتري. لا يا اخي، خذ العضوية مجانا من الشركة وبيع وتوكل على الله عز وجل وابدأ البيع والتجارة الله سبحانه وتعالى بارك فيها. شو ربنا سبحانه وتعالى قال؟ أحل الله لكم البيع وحرم عليكم الربا. فنحن عنا منتج حقيقة صحي نافع بفضل من الله عز وجل يباع ويستهلك. بس اربط حزامك أبو ولي. شايفين أيها الأخوة والأخوات، أيضا ضم المزيد من الأعضاء حتى إن شاء الله تعالى توصلوا. بالمناسبة المسألة الوصول لأي شيء، شوف ماشي وراي على اليمين عم زمر لي، شفته؟ أنا ماشي على اليمين. روح على اليسار، مفتوح اليسار، شفتوا شلون؟ هاي بقى على مبدأ النحلة والدبانة. يعني النحلة سبحان الله بتقطع، هذا كمان له علاقة بالنجاح. النحلة بتقطع أكثر من 20 كيلومتر لحتى تحصل على الرحيق، وبتناور وبتحاور وبتوصل لوجهتها. الدبانة للأسف الشديد بتلاقي نافذة بتضل ترطم فيها 12 ساعة لحتى تجي انت تفتح لها الشباك. هذا له علاقة ايضا بالنجاح. والله حي الله ابو وليد الغالي، تحياتنا.